معانا حاجة سعاد حبيبتي مجنناني مجنناني مش بتستعمل اي حاجة. دكتورة رانيا اللي قلت اقول لكم عليها نفذوه، ربنا يبارك لها يا رب. رجعت للحق الماجي تاني وعيالي حبيبتي. احنا جارة المخ ما كانتش بتمشي خالص يا جماعه، كانت جايه لنا بيها ولا بتفتح ولا بتقفل. عملنا فيديو للفتحه والقفل. اقفلي كده عليا تاني، افتحي افتحي. بصوا احنا عملنا لها الجلسه دي يا جماعه دلوقتي، اقفلي اقفلي افتحي. تعالي ما اجيب لك حاجه تمسكيها. ما بتمسكيناش. يلا امسكي نمسك. شايفين يا جماعه؟ الحمد لله الحمد لله. طب بقى المفاجاه الاحلى من كده، شفتوا انا شديتهم ازاي بس كويس. احنا كانت الايد دي ملهاش اي وظيفه. بصوا يا جماعه، الصباع ده كان باكي خالص خالص خالص. عملنا لها حقن عيوني بجهاز امريكي، مش هزود، مش لو بتقولي ما تزودي مش هزود. بصوا يا جماعه، بعد الجلسه دي الجهاز ده جاي من الاتحاد الاوروبي، بيعمل نوع معين من التلبيه الكهربائي. الصباع فرد خالص، الصباع فرد خالص، وهي مش هتصوت وهتبقى شاطره وتسمع الكلام. تسمع الكلام. يلا قومي شوفي صباعك. قومي. شفته. ايه رايك؟ ربنا يبارك لنا. كنت متخيله صباعك هيفرد كده؟ لا. فاكره اول اسبوع كانت جت كانت خايفه مني في الارض، كانت وكانت خايفه وتقولي انا مش هجيب نتيجه. احنا بقينا خلصنا 3 اسابيع ما شاء الله، وصلنا ان احنا وقوف ومشي وطلوع وسلم ونزول سلم، وصباعها فرد خالص. احنا شغالين الجلسه على فكره واحنا بنكلمكم، وطلوع ونزول سلم، وايديها بتفتح وتقفل وتمسك. كان الوضع يا جماعه مستحيل، يعني كان وضعها صعب جدا. انا هشيل الجهاز عشان عايزه اوريها لكم بقى، طلعت بنفسي لحد بره عشان نوري الناس بقى وانتي ماشيه، نعمل لك فيديو حلو كامل كده على بعض. خلاص يلا نقوم سوا لو انتي. يلا حبيبي. انا بقى اتفاجئت انها بتمشي النهارده، انا كنت عاملها دعانة عشان تمشي بيها. النهارده اتفاجئت لقيتها ماشيه، بدأنا ما شاء الله من غير استخدام كمان الدعانة بتمشي لوحدها. يلا قومي اقعدي. كل ده ما كانش موجود يا جماعه، ما كانتش بتعرف تقعد لوحدها. يلا وهنزلها كمان على السرير قدامكم الجهاز. يلا احنا هنعمل كل حاجه كده لايف عشان تشوفوا. دي كانت اخر جلسه في الكورس الاولاني في ال3 اسابيع. عايزه ده عشان انا مش عايزه امسكك. يلا هوريكم بقى وهي ماشيه. شايفين يا جماعة؟ عايزين نطلع لحد بره ونوصل للسلم. تمام؟ يلا معانا. احنا بنصور فيديو، خلي بالك بنصور لحد سعاد لايف. انا سايباها اهو خالص، هي ماشية لوحدها ماشية لوحدها ما شاء الله، ما كناش بنمشي خالص 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 خالص. عايزة اقول لك ان صباعها اتفرد خالص كمان. ان شاء الله. احنا لسه بقى هنوريكم طلوع ونزول السلم. تعالى يا عبد الله معانا. شايفين؟ ما شاء الله ما شاء الله. شايفة؟ يلا وريني، يلا وريني هتطلعي بقى وتنزلي ازاي. دي حالة جلطة مخ قد
حته لشلل نصفي. احنا طبعا ما شاء الله كان سنانه مفيش حركه في الايد زي ما وريناكم في اول الفيديو، بتمسك وبتسيب مسكت وثابت، وفتح الايد عملنا لها جلسه عليه بالجهاز الاتحاد الاوروبي، عملنا لها حقن عيوني بجهاز امريكي، فكنا البوسات اللي كانت موجوده وعلمناها المشي، ما كانتش بتمشي خالص، علمناها المشي وعلمناها طلوع ونزول السلم. لوحدها زي ما انتم شايفين. يلا خليها تطلع بقى. دي حالة جلطة مخ وشلل نصفي. ما شاء الله وصلنا بعد 3 أسابيع للمرحلة اللي احنا شايفينها دي. شايفين يا جماعة الطلوع؟ شايفين الشطارة؟ جلطة مخ وشلل نصفي ما بقتش بتمشي خالص. احنا طبعا احنا بنمشي ونقف ونتحرك لوحدنا، لا سيبها هي بتمشي لوحدها. انت ايه رايك بقى؟ ابتدي يبارك لنا بشيء يا دكتور. مبسوطه بجد؟ مبسوطه قوي. مبسوطه عايزه اعيط. والله كنت نايمه على طول في السرير. دلوقتي بقيت اقف بعيني. الحمد لله على سلامتك. مبسوطه؟